نتواصل معكم مشاهدينا ونعود لنستكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم والحديث عن وزارة الثقافة. هذه الوزارة التي تقدم خدمة ودعم لكافة الأنشطة بمختلف أنواعها في المجتمع الأردني. إنجازات كثيرة وبالمقابل تحديات أكثر، لكن أكيد بهمة العاملين فيها وأيضا بولائنا وبانتمائنا إحنا متأكدين بأنه ليس هنالك شيء كامل متكامل، لكن الجميل في الموضوع بأنه دائما نعظم الإنجازات ودائما ندعم هذه الإنجازات ونسلط الضوء عليها، وإحنا بنعرف بأنه التحديات كثيرة والأمور المادية بشكل عام لأي مؤسسة ولأي وزارة أيضا هي التحدي الأول، لكن كثير من الإنجازات إحنا بنحب دائما نسلط الضوء من خلال وزارة الثقافة الإنجازات أيضا والخطط القادمة لهذا العام. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بمعالي الدكتورة لانا مامكغ وهي وزيرة الثقافة، وهي عزيزة على قلوب كل شخص في التلفزيون الأردني لأنه كانت هي يعني خلينا نحكي شكلت الجزء الأساسي لهوية برنامج يوم جديد. فأهلا وسهلا فيك معاليك. شكرا يا سيدي لانا، بقول لك لانا بكل محبة حبيبتي دكتورة، وإحنا وهذا أكثر ما أستحق أني شكلت هوية جهدكم يعني إحنا جدا بنفتخر لما نسمع بأنه معالي الدكتورة لانا مامكغ هنالك إنجازات وبصمات وتغييرات إيجابية في الوزارة، تحديات كثيرة استلمت الوزارة بتحديات كتير كثيرة، لكن إن شاء الله يعني إحنا يمكن قريبين إليك وبنعرف من هي الدكتورة اسمحي لي لانا مامكغ اللي دائما تنظر إلى الأمور الإيجابية. فإحنا من خلال تواجدك بدنا نعرف الناس بأين وصلت الآن وزارة الثقافة، الواقع ماذا يقول عن وزارة الثقافة الآن بعد هالمشوار من لما استلمتيها؟ شكرا يا لانا، وبدي بس احيي زملائي في التلفزيون الاردنيه، هذه المؤسسه الوطنيه اللي الواحد مهما بعد عنها بحس انه في صله انسانيه ونبيله هيك تربطه فيها. هذا الاستديو مش قدمت عديت وقدمت فيه برامج كثير، تعلمت فيه كثير. اهلا وسهلا. هذا المقعد بعلمنا كثير، بعلم الاعلام كثير. وانا كنت احكي لك انه حنيتي دكتوره لهالاستديو. دائما بحن. فإجابة على سؤالك لانا، أين وزارة الثقافة؟ وزارة الثقافة موجودة منذ سنوات طويلة، تعاقب على يعني إدارتها عدد كبير من أصحاب المعالي ولكل منهم جهد يعني يشكر عليه. الآن وزارة الثقافة إذا شئنا نحكي في عالم المثل يجب أن تتصدر المشهد، لأنه دائما بنقول الثقافة حصانة ضد العصبيات المريضة، ضد الانغلاق على الهويات الضيقة، ضد إقصاء الآخر، بتعطي حصانة نفسية، حصانة وبالتالي حصانة أمنية. فوزارة الثقافة متصدرة للمشهد، لكن بإمكانيات كما تفضلت، إمكانيات مادية قليلة، وهذه حجة كانت جاهزة منذ اليوم الأول. يعني أنه أنا وزيرة بلاش أشتغل، ما في مصاري ليش بدي أشتغل، هي حجة جاهزة وما حد رح يعتب. لكن بعد بعض التأمل اكتشفت أنه قلة المال لا تحول دون الإنجاز. يعني بحسن إدارة المال بالمال القليل يمكن إنجاز الكثير حسب الحمد لله. نعم أنجزنا، ودون الاتكاء على القطاع الخاص اللي عم بفكر إنه في يعني حد مساندنا، لا والله قلة قليلة اللي عم بيساعد وزارة الثقافة. مع ذلك أنجزنا وما زلنا ننجز، وأخبارنا في وسائل الإعلام وابوابنا مفتوحة لمن يريد أن يفكر معنا. أنا ضد من يريد أن يفكر عنا، يعني اللي بحاسس بالوصاية على وزارة الثقافة. قلنا له لا، تفضل نفكر مع بعض، بس لا تحاول تفكر عنا. حتى لو كنت مبدع أو مثقف، أو إحنا الحوار بحل كل إشكالية، لكن ضد حس الوصاية على الوزارة، لأنه اقعدوا في مقعدنا واعرفوا الظروف واعرفوا المحددات وبعدين تنظير أسهل شيء في الدنيا. طبعا. تطبيق صعب. طبعا. نعم. دكتور الآن يعني إحنا بنحكي عن وزارة الثقافة، وإحنا بنحكي أي بلد وأي وطن يتقدم فيتقدم بمثقفين الموجودين فيه. طبعا القلم بغير شعوب، والمثقفين بغيروا شعوب وبغيروا فكر وبغيروا تحرك الشارع بشكل عام. إذن بنحكي إحنا على شيء حساس جدا، وبالتالي خلينا نحكي القطاعات التي تخدمها وزارة الثقافة قطاعات واسعة. نعم. من الطفل للمسن طبعا، بكافة المهرجانات، بكافة الأنشطة، بكافة
صور الثقافة وأنواعها. خلينا ندخل واحدة واحدة ونسمع عن، والكل يعلم عن المدن الثقافية الأردنية. نعم. وهذه يعني وزارة الثقافة وصية عليها. نعم. وحاضنتها. نعم. نتحدث الواقع الآن، ما هي مدن الثقافة الأردنية وماذا تقدم وزارة الثقافة لهذه المدن؟ مدن الثقافة الأردنية مشروع بدأ منذ سنوات في عهد معالي الدكتور عادل الطويسي، وحتى بالصدفة البحتة كنت يعني طلب مني هو أن أكون في لجنة اختيار المدن مع بعض القامات الثقافية، وكنت في اللجنة، وبتذكر أنا ذاك فازت إربد، قدمت ملفاتها ففازت بما تملك من بنية تساعد على أن تكون مدينة للثقافة. أختي لانا هو مشروع ناجح بكل المعايير بالمطلق، بحكي بشكل مطلق. نعم. الآن بقيت يعني ثلاث مدن، السنة جرش عم تحتفل واكتملت المشاريع فيها، بقيت المفرق والعقبة. بعد ذلك يمكن أن نقيم، لكن بدي أختصر لك موضوع مدن الثقافة. كل من ينتقد لك ليش بتحطوا هالمال، احنا أصلا كان نحط حوالي مليون دينار، هلا عم نحط نص هذا المبلغ. نعم. أعتقد أن هذا المشروع عم بيقلق حالة صحية جدا بين أهل المدينة ذاتها، أهل المحافظة ذاتها والمحافظات الأخرى، عم بيخلق صلات إنسانية جميلة. دائما العمل الجماعي بيقرب النفوس من بعضها. يعني أي مشروع هو عمل جماعي، بدك تعمل مسرحية، بدك تعمل عمل للأطفال، بدك تعمل حتى تصنيع الغذائي اللي بعتبره جزء من الثقافة. طبعا في أحد الإعلاميين الصحفيين اللي بحبهم ونحترمهم بقول لك ما علاقة تصنيع اللبنة في الثقافة، هذا جزء من الثقافة الأردنية، هذا جزء من الهوية الأردنية طبعا. في منطقة جرش تحديدا. فكل هذا الذي يحدث هي عبارة عن حالة من التواصل بين المواطن والآخر، تواصل إنساني، إعادة اكتشاف الإنسان لنفسه، لأنه عم بيقدم بيصير يفكر بمشروع، إذا عم بيكتشف قدراته، تواصل بين جرش والمدن الأخرى، يعني كل مدينة فتحت نوافذها للمدن الأخرى والمواطنين في أنحاء. يعني الحمد لله المشروع ناجح. بعد أن ينتهي أختي لانا ممكن نقعد نقيم في تفاوت، مدينة تألقت كثيرا، مدينة كانت يعني أقل توهجا في هذا المشروع. إن شاء الله بعد سنتين لمن سيأتي بعدي أو إذا أنا كنت الله أعلم تيجي هالملفات بتنفتح ويقيم المشروع حتى يعني إما يعزز أو يستبدل بآخر. نعم. في متابعة خلال ما بتكون المدة الزمنية للمدينة الثقافية. نعم. متابعة وزارة الثقافة خلال هالسنة إحنا بنحكي اللي بتستلمها مدينة ثقافية. نعم. طبعا في متابعة عندنا، أول في لجنة عليا موجودة في الوزارة. نعم. طبعا في تعاون من رؤساء البلديات من المحافظين، ويتصادف انه عندك محافظ مثقف، رئيس بلديه متعاون، مثقف، نشيط متعاون كلهم متعاونين. نعم. عندي مثلا مديريه للهيئات الثقافيه ترقب، يعني عندي زميلي غسان طنش وهو رجل معروف وصاحب شعبيه في الهيئات الثقافيه والمحافظات، يرصد هذه المشاريع، هو اللي برتب لها في اوراق. يعني الخبره أتت من التراكمية في الأداء. هلأ صار عندنا ملفات جاهزة، استمارات جاهزة، كل من سيقدم مشروع ويحصل على مال يجب أن يعني يستوفي الشروط. تعرف هذا مال عام وإحنا مؤتمنين عليه. أكيد. فيوضع بشكل يعني مؤسسي بين أيدي المستفيدين. نعم. والحمد لله جرش كثير متفائلة فيها. الحمد لله، وإحنا على أبواب مهرجان جرش. نعم. وأيضا هذا عبء، خلينا نحكي إيجابي. نعم. على وزارة الثقافة، لأنه هذا المهرجان هو أصبح هوية أردنية كمان. نعم. يعني نحكي عن شوية كمان دور وزارة الثقافة في هذا المهرجان. والله لا، أنا من الأشياء اللي فاجأتني، طبعا تفاجأت بأشياء كثير في الوزارة من الأشياء اللي فاجأتني أنه وزارة الثقافة ما لهاش علاقة بالمهرجان. أبدا، رغم أنه يعني هذا المهرجان أبداً. يجب أن يلصق في وزارة الثقافة يحمل مباشرة. نعم، يحمل اسم مهرجان جرش للثقافة والفنون. بالضبط. إحنا فقط عبارة عن صندوق مؤتمن على مبلغ ما في بداية المهرجان نعطيه للجنة العليا، يرأسها معالي الأستاذ عقل بلتاجي. مديرها التنفيذي هو من كادر الوزارة، مدير مركز الثقافي الملكي العطوفة الأستاذ محمد أبو سماقة، اللي هو مدير تنفيذي المهرجان. أقصى ما يمكن أنه تقدمه الوزارة هي أنه المهرجان يستعين بكوادر الوزارة من الإداريين.
عندهم خبرة في إدارة العمل الثقافي. ومش سهل يعني كمان هاي خدمة تقدم يعني. في كل الأحوال هو مكسب للأردن هذا المهرجان. نعم. هو نافذة على الحضارات الأخرى على الثقافات الأخرى. يعني أي نعم إداريا ما لنا علاقة فيه بالمعنى الحقيقي ولا في صناعة قراره. كمان. يعني وزير الثقافة عضو في اللجنة العليا يمكن يحضر يمكن ما يحضر يمكن يوصي وتنفذ توصياته يمكن ما تنفذ ما علينا بس بالأخير هو مكسب وطني المهرجان إن شاء الله. طيب نعم. دكتور الآن مكتبة الأسرة الأردنية وهذا نعم. هو مشروع وطني نحكي عن هذه المكتبة نعرف عليها ودور وزارة الثقافة. مكتبة الأسرة مهرجان القراء الجميع هو أيضا يعني اقتبس من دولة مصر الشقيقة وبدأ في عهد معالي دكتور عادل الطويسي. بضلني أنا أذكر هذا الإنسان بكل الخير. هو صنع قرار جيد معالي لكن تصادف أنه كانت موازنته كثير منيحة كان عنده ترف أن يتخذ القرار المناسب والحمد لله نجح في ذلك. يعني ما بدي أحكي أرقام بس في تلك الأيام كانت الموازنة يعني سخية جدا. إحنا تساعدته يمكن احنا نتعامل بما يقارب من ثلث هذا الرقم. فعلى اي حال هذا من المشاريع الدائمه مشروع مكتبه الاسره سميناه مهرجان القراءه للجميع. هناك لجنه تختار الكتب بنشتري من المؤلفين كتب من عيد طباعتها وتوزع باسعار رمزيه. ايضا هذا مشروع لنا حتى لا ندعي الكمال زي ما تفضلتي يعني عاش تفاوتا في يعني في سنه كثير بتألق وفي سنة أخرى بيقل. الآن نعمل على أنه في عام 2015 مهرجان الأسرة أو مهرجان القراءة الجميع بده يكون حالة نجاح إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور المهرجانات وإحنا بنعرف الأردن يعني سخي في تقديم المهرجانات. نعم. وإحنا بنستضيف هنا يعني بعض من القائمين على عدد من المهرجانات. ودائما أنا السؤال اللي بطرحه أنه مدى تعاونكم؟ تواصلتم مع وزارة الثقافة؟ مدى تعاونكم مع وزارة الثقافة؟ نعم. فأنا مرات بكتشف وبتألم يعني حقيقة بأنه دائما هنالك شكوى بأنه الوزارة قدمت لنا مبلغ بسيط. إحنا بنشكر وزارة الثقافة بس والله أعطونا مبلغ 500 دينار. إحنا كنا نتأمل المبلغ أكثر. نعم. فدائما هنالك شكوى بأنه الوزارة ما دعمتنا. الوزارة نعم. أعطتنا ودعمتنا بس يعني يا ست لانا مبلغ 500 دينار إحنا إيش بدنا نعمل أو يعني أنا بدي أطلب منك الإجابة. وأنا بعرف إنه الدكتورة لانا يعني معالي الدكتورة لانا هي صريحة جدا نعم. في هذا الموضوع نعم. بس نعرفهم إمكانيات وزارة الثقافة وزنت وزارة الثقافة كيف يوزع الدعم الأولوية في توزيع الدعم حجم هذا المهرجان يستحق ماذا وحجم هذا المهرجان يعني على أي آلية بيتم التوزيع وبيتم أيضا دعم هذه المهرجانات وهو أيضا يعني شيء مش سهل ضمن موازنة شحيحة جدا. حتى لو موازنة غير شحيحة حتى لو موازنة مترفة يعني عندي هالصندوق مضخم بالمال مش عارفة وينك تروحي فيه يا ريت مع ذلك أختي لانا هناك أولويات أكيد. هناك أولويات. أنا ضد العمل الثقافي الذي يقام لذر الرماد في العيون. أوكي؟ بدي أعمل مهرجان سامر مثلا ما أنت عندك كذا هيئة عم تعمل مهرجان سامر. هذا الاستنساخ وهذا التكرار لا يفيد الثقافة بشيء. بالعكس هو عبء على العمل الثقافي. خليني أقول أنه ضمن إعادة ترتيب الأولويات والله عندي أولويات. أنا عندي مهرجان أغنية الطفل الذي سيقام هذا العام ويعاد إلى المشهد أهم من مهرجان شعر ما بيحضروا اثنين أو ثلاثة. مزبوط. أوكي؟ ثانيا عندنا قانون الجمعيات اللي هي أي جمعية تسجل في سجل الجمعيات وتطرح نفسها على أما جمعية خيرية أو جمعية ثقافية أو جمعية سياسية. هلأ لحد ما أكمل هالجملة أختي لانا بيكون صار يعني صار عندي ثلاث جمعيات جديد يمكن عندنا حوالي 600 جمعية ثقافية. كل جمعية عندها رؤية ما بتيجي بتصير عبء على وزارة الثقافة يلا ادعمونا لا نستطيع وهذا أمر غير صحي. أنتوا يا هيئات ثقافية وهذا حقكم الإنساني في المجتمع المحلي أنكم تعملوا اعرفوا ما هي قدرات وزارة الثقافة نعم. ويجب أن تملكوا رؤية مختلفة زي ما قلت لك لا تستنسخوا من بعضكم هذا أولا. ثانيا عمان على سبيل المثال عمان حالة ثقافية يعني عابقة بالعافية والحيوية. وزارة بتلاحظي الشكوى مش من أهل عمان ليه؟ مؤسسات المجتمع المدني في عمان كل يوم في عمل ثقافي مش عم نلحق عليهم ولا حدا بدق بابنا ليه؟ هم عارفين هم بدعم من
بعض الأصدقاء بدعمهم من بيعملوا في معارض لوحات، في أمسيات شعرية، في مهرجانات. حال المشكلة بالمحافظات. أيضا هذا الدرس الجميل، محافظات مليانة طاقات ومليانة أموال كمان. العمل الثقافي يمكن أن يدار بأموال بسيطة، يعني دواوين بيوت اللي لا تفتح إلا بالأفراح وبعيد عن الجميع بالأتراح. هذا مكان كثير رائع تنعمل فيه أي فعالية ثقافية. الساحات العامة، المدارس، يعني مش كل شيء وزارة الثقافة. هذا الأبوية لوزارة الثقافة مش عمل صحي، وليس هو ممارس أيضا في أي دولة من دول العالم. نعم فيعني العتب مردود. أنا يعني حبيت أتوقف عليها هاي النقطة دكتورة، لأنه فعلا دائما تتهم الوزارة بهذا الموضوع، والمشكلة أنه زي ما أنت حكيتي دكتورة تشتت الجهود، لأنه استنساخ للأفكار طبعاً. يعني حتى إحنا مرات لما نستضيف بعض من المهرجانات، بعض من الجمعيات، عم نشوف أنه ما اختلفوش عن بعضهم البعض، فما في ابتكار، يعني ابتكار للفكرة نفسها، وما في، وحسب الأولويات. حسب الأولويات دكتورة أنا بدي أتوقف، ويبدو أنها الموازنة لوزارة الثقافة متعبة. متعبة. أنا بس بدي أحط المشاهدين وأحط كل مثقف أردني وكل من يعتب على وزارة الثقافة واقع موازنة وزارة الثقافة. يعني الآن شو بيسمح لها، شو بيقدم لها، شو الواقع بيحكي؟ والله هذا الواقع بهذه الإمكانيات الضئيلة أو المتواضعة أنجزنا فيها الكثير. على سبيل المثال هلأ عنا بارح كان شرفني وزارني على الوزارة مديركم العام عطوفة الأستاذ رمضان رواشدي، وضعته في مشروعين يحملهم التلفزيون الأردني فقط إعلاميا. مشروع ومضات ثقافية، بنعمل سبوتس تلفزيونية هيك نحكي إنه سين من المبدعين الأردنيين عاش كذا، توفي كذا، إنتاجه رائع. من الراحلين والموجودين رائع. يعني كان فرحا بتقبل الفكرة، وهينا عم ننتجه بلا مال بالمركز الثقافي الملكي لنا في استوديو. فعندي شباب فنيين مؤهلين، وشباب الوزارة بيملكون من خبرة وثقافة طبعاً. عم بيحطوا النص، عم بيقرأوا بصوته أستاذ أسعد خليفة تطوعا، مشكور، دق على صدره قال أنا جاهز، مشكور، عم ننتجه هذا، عم نروج للمبدع الأردني المسرحي والفنان والرسام والخزاف والروائي والشاعر كله. هذا سيرى النور قريبا. من ناحية تانية فتحنا على باب الوزارة قبل كم يوم، عملنا عرس ثقافي هيك للأطفال في كوخ المعرفة. شو سمينا؟ كشك بجنن شكله، كان يقعد فيه الشاب من الأمن العام، مديرة الأمن العام اللي بوقف على باب الوزارات. حولت هذا الكوخ لمكان صديق للطفل، بدي أخلق علاقة بين الطفل ووزارة الثقافة. هلأ دور النشر مشكورة تبرعت لنا بكتب، مركز زها، مركز هيا، شومان، كلهم تبرعون بكتب أطفال. بدي ولي الأمر هو ماشي من قدام الوزارة مع أولاده يميل ونعطيهم كتب ببلاش مجاني، يوما ما يصير في ذاكرة الطفل يقول أنا والله هذا الكتاب أخذته من وزارة الثقافة. شو رائع، يعني ربطتي روحيا ببساطة. يعني أول يوم دوام عم نعمل جدول بعد الامتحانات، رح أداوم فيه أنا هذا الكوخ المعرفة. يعني في جدول دوام، لأنه اكتشفت انه كثير مرهق انك تقعدي بهالمساحه الضيقه 7 ساعات أو 8 ساعات، وراح تداومي فيه. راح اداوم فيه، المدراء راح يداوموا فيه تبعا والموظفين. يعني هو فرض على كل من يتعامل بالثقافه، بدي كل زميل يتعرض للتعامل مع الاطفال بده يصير فيه توثيق لهذه الاهداءات، وكل طفل بحب يرجع يعيد لنا الكتاب، اذا بحب يرجع لنا الكتاب اهلا وسهلا، ما بده لا احتفظ فيه مكتبته الشخصيه. والله فكرة رائعة. هذا بلا مال صار يا لانا، يعني رح نفتتح مكتبة للإعارة في داخل مبنى المكتبة الوطنية. هذا جديد أيضا. يعني استغربت، قلت لك أشياء كثير أدهشتني، إنه كيف يتفق إنه وزارة الثقافة ما عندها مكتبة عامة أيضا ببلاش. مبنى المكتبة الوطنية مبنى أنيق وباذخ وجميل رائع، منطقة هادية وراء المركز الثقافي الملكي. بشكراً الأستاذ محمد العبادي، محمد يونس العبادي، قلت له هيك ثاني دق على صدره، قلت له ابن مكتبي عندك، قال لي على طول خصص لنا الطابق الثالث. وجتنا تبرعات من قامات أكاديمية وعلماء ومفكرين أن كتب قريباً 8-6 راح نفتتح مكتبة عامة. أصلاً هناك في مكتبة الطفل ضل أنه نروج، بدنا نعملها مكتبة
قدر الإمكان خارج عن النمط المتوقع، مش بس كراسي وطاولات وكتب عليها غبرة، يعني يكون مكتبة هيك فيها ما بعرف في حالة من الفرح، جذب القارئ، مسابقات كذا، جو خاص يكون فيها. هذا كله ما يعني تقريبا بلا تكاليف عم نعمله لنا، يعني بس ضل يقولوا لنا الناس شكرا. طبعا تيجينا انتقادات كثير، لا بأس. آخر انتقاد واللي ضل معنا وقت، أنا تفضلي شبالة متقبصة دور الضيفة مش آخر انتقاد على أو بدأت تجربتي في الوزارة بانتقاد حاد وقاسي على مشروع التفرغ الإبداعي، جمدته. حسيته يعني لا هو تفرغ، فيش تفرغ، يعني التفرغ الإبداعي معناه في تفرغ وفي وثيقة بوقع عليها المبدع أنه تفرغ. بعد التحقيقات اكتشفت أنه لم يتفرغ أصلا، ما بتوفي معه يتفرغ. ثانيا تفرغ إبداعي، أوكي، هذا المنتج الذي خرج من هذا المشروع ظل بالمستودعات عنا، يعني ما كان، لم يكن مؤثرا، ما عرفنا نوصله للناس. نعم. جمدته لأنه هذا مال عام، كان عم بكلف الوزارة حوالي 150,000. بثلثي هذا المبلغ تقريبا عملنا جوائز الثقافة للإبداع. شو يعني؟ هذه الجوائز تحتفي بالمعرفة بشكل عام لنا المثقف، يعني كسرنا الصورة النمطية لوزارة الثقافة إنه هي وزارة الأدب والشعر وعزف العود والموسيقى. هيك الناس ربطها. لا، الثقافة معرفة وسلوك حضاري ومنظومة قيمية. بتروح على ناس تقولي والله أنا سافرت هذا البلد، أهله مثقفين، بتعرف إنه ما برموا نفايات من سياراتهم، بتقنوا الحوار، طبقة الصوت بيستخدموها طبقة حضارية، بينعكس على الإدراك، على السلوك، هذه الثقافة على الأرض الواقع. حب الأردن يبدو فيها للآخر ولنفسه. الآن نحتفي بالمعرفة، كيف يعني؟ عملنا مسابقة في حقول معرفية عديدة، البيئة، علوم الإسلامية الدينية بشكل عام، التقنيات، العلوم البحتة، التربوية، أي حقل معرفي بتفكر فيه موجود. عملنا مسابقة وكرست معنى جديد للإبداع، أنه من الإبداع أن تكوني متخصصة في العلوم السياسية. لانا وبعرف أنك على وشك للماجستير، ألف مبروك. الله يخليك. أنك تكوني متخصصة في فض النزاعات على سبيل المثال، وتألفي لي كتاب لهذا الزميل اللي تخصصه مختلف ويقرأه ويطلع. هذا تبادل، هذا إبداع، أنك تقدمي العلم البحث المتخصص للمتلقي المثقف العادي، هذا إبداع. فعملنا مسابقة بين الباحثين. هلأ كل من يدخل على موقع الوزارة اللي هو www.culture.gov.jo معروف، يعني على جوجل بيبين، بيقدر يعرف شو شروط المسابقة، دون أن نغفل أنه كمان نعمل مسابقة بين المسرحيين، الفنانين التشكيليين، الشعر، كل الفنون الإبداعية. وكل من يقيم هذه الأعمال من خارج الوزارة حتى يكون موضوعي، حتى أضمن النزاهة والموضوعية والمصداقية، وستقدم الأعمال بمغلفات تغفل الاسم والعنوان حتى دار النشر. يعني هلأ ما في في وزارة الثقافة، بدي استخدم جملة إن شاء الله يا رب تطلع طريفة، نو مور مجاملات. مش مجاملات. نعم. ما في، يا في إبداع يا ما في. نعم. اللي على مشارف الإبداع بيقدر يشتغل على حاله، أهله وسهلا فيه. طبعا. اللي عنده وهم الإبداع عفوا يعني لازم يعني يواجه هذه الحقيقة. ونحن وزارة خدماتي تحتفي بأي مواطن زي ما تفضل. أكيد أكيد. دكتورة، الآن لا نغفل على موضوع الشباب. نعم. وهي الشريحة الكبيرة من مجتمعنا الأردني. نعم. الآن ماذا تقدم وزارة الثقافة للشباب؟ كل مهرجانات المسرحية هلأ في مهرجان المسرح اللي شغال. نعم. عندنا مهرجان الوزارة، مهرجان مسرح الوزارة، عندنا مهرجان فيلم. كل أصلا الوزارة لما عم بتقدم مشروع، أو ما عم بتقول هذا مشروع للنساء، هذا مشروع للأطفال. نعم. لكن يتصادف أنه الشباب هم الأكثر تفاعلا مع هذه المشاريع، فأنا لا أخصص مشروع هذا بمشروع شباب. هلأ مهرجانات المسرحية مثلا الكتاب يتصادف أنه مش من الشباب. صحيح. لكن المبدع تكتشفي في حقيقة علمية المبدع يبقى شابا على طول طالما هالمخ شغال. صحيح. وعنده قدرة على الخلق والخيال.
في ناس بتصيبهم الشيخوخة من عمر 20 لأنه ما في فكر. شكرا. لأنه ما في فكر. يمكن قبل شوي قبل الهواء عم نقول طول ما احنا قادرين على طالما احنا قادرين هالعقل يولد أسئلة عنا منضلنا شباب. إمتى يشعر الواحد بالشيخوخة؟ لما يحس بشكل زائف أنه خلص امتلك الإجابات. خليه يأخذ غفوة. بداية الشيخوخة. نعم. فالحمد لله الشباب منه فينا كل ما نقدمه يعني يستهدف الشباب. أكيد. دكتور الآن المسرح أو المختبر المسرحي الجوال كما سمعت. ما هو هذا يعني والفكرة منه والجميل أنه جوال؟ هذا أيضا تقريبا بلا تكاليف تقريبا تقريبا بدأ بقصة صغيرة دخل علي دكتورة جمعية خيرية والله ما بعرف ما هو الحاجة تولد الاختراع دخل علي يعني مشكورا زميل حكيم حرب قال لي أنا مخرج رائع كنت بعرفه من زمان قال لي أنا والله ما بعمل إشي بالوزارة أكبرت في هذا الاعتراف لأنه في عندنا كتير مؤسسات حكومية في ناس فعلا ما بيعملوا إشي وبيقبضوا رواتب قال لي أنا ما بعمل إشي قلت له شو رأيك قلت له فكر شو بتحب تعمل غاب يوم يمكن أو يومين قال لي بدي أعمل مختبر مسرحي وجواد مختبر معناه يعنى بالمواهب الشابة الصغيرة مسرحي معناه تيمته الرئيسية المسرح جوال معناه يتنقل في المحافظات شكرا عم بلف على يوم الخميس بكرة احنا بكرة الخميس بعد بكرة بعد الخميس بكرة. عنا تخريج بمعان هو نفسه مبهور بالحالة المعانية في تعامله مع المسرح شوفي الناس شو متعطشة يعني في المناطق البعيدة هو بيستقطب أطفال من الجنسين شباب وكبار بالعمر بتعامل معهم بالسايكودراما بوقفوا على المسرح بيعبروا عن أنفسهم بتصالح الإنسان مع جسده بتصالح مع لغته بيعبر عن ذاته بعملهم دورة بهذا عنده مهني يعني هو عنده هذه الطريقة بعد مدة بنخرجهم وبالصلت عشنا هاي التجربة بمعان برصيفة أيضا بشكل الزرقاء حالة بهيجة من العمل المسرحي وإحنا كمان ما منسحب الناس يعني يصلهم المسرح يعني هدول الناس يمكن إحنا دائما بحكي كيف بدهم يوصلوا لعمان ويحضروا مسرح ويشوفوا حقهم لكن أن يصلهم المسرح كمان هاي فكرة رائعة يعني نعطيهم حقهم في هذا الموضوع ويمكن كمان هاي فكرة بأنها تكتشف المواهب والمبدعين اللي موجودين في هالمحافظة والله والله عم يعني بقول وأنا بهذا الاستوديو تعودت دائما أكون صادقة أنه أحيانا بدمع بس أشوفهم لأنه الأطفال الصغار اللي بيكون يستحي يرفع عينه بالكبير بوقف على الستيج هيك وبيحكي بالعربية الفصحى وبيعبر بعمل اي كونتاكت مع الناس حسيت يعني حالي ان شاء الله المشروع ماشي هلا المشروع القادم في مراكز اصلاح والتاهيل ويمكن على مراكز الرعايه الاجتماعيه للاطفال نعم وعلى ذكر مراكز الرعايه الاجتماعيه عندي زميلي كمان عماد مدنات فنان تشكيلي هلا اتفاقيه بينه وبين وزاره التنميه الاجتماعيه بروح بيقعد هلا على طول احنا جربناهم بمهرجان جرش العام عملنا ورشة فنية مراكز رعاية الاجتماع الأطفال تعرفيهم لعندهم مشاكل نفسية مشاكل. حبيباتي وهيك هلأ الورشة الفنية بتخلي هالطفل يطلع كلها طاقة الغضب اللي جواه ينفس بحس بتوازن عاطفي بيه هو علاج بحد ذاته والله عملوا معرض بالمركز الثقافي الملكي أقول معقول هذا طلع من هلأ على طول بده يضله زميلنا عماد مدنات في وزارة التنمية الاجتماعية تباعا يعني في مراكز هالورشة الفنية التكاليف المادية عم تحملها معنا وزارة التنمية الاجتماعية ومشكورة معالي الوزيرة ما قصرت وماشي الأمور يعني الحمد لله الحمد لله وماشي الأمور ماشي الأمور ماشي إن شاء الله رغم التحديات رغم الموازنة الصعبة جدا ودائما إحنا بنحكي لكن بضل الخير في مثقفينا الأردنيين الحمد لله وبنفس الوقت إذا كان هنالك أي عتب على وزارة الثقافة فييجوا ويجلسوا هم يعني يقسموا هالموازنة زي ما بدهم ويشوفوا كيف يتحركوا سهلة يفكروا أنا قلت يفكروا معنا بنقعد على طاولة واحدة مفكر أنا بدي أشكرك معالي الدكتورة لانا مامكغ وزيرة الثقافة تحية لكل العاملين في هذه الوزارة شكرا صح اللي تلقى على عاتقها مسؤولية كتير كبيرة والصيف جاي والمهرجانات جاية صح والأنشطة الثقافية والمسرحية وكافة الأنشطة جاية صح فيلقى على عاتقكم يعني عبء كبير جدا لكن أكيد الانتماء للوطن أكبر إن شاء الله ستي إن شكرا شاء على هالاستضافة شكرا لكل زملائي الفنيين المخرج فراس حبيبنا وكل الشباب يعني والصبايا أهلا وسهلا فيك معالي نورتينا الله يسعدك شكرا كل الاحترام